عن زيارة باب الفاتيكان للعراق وتوقيتها وما صاحبها من تصريحات ومواقف، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. في اليوم الثاني لزيارة باب الفاتيكان أورد موقع الفاتيكان الرسمي تصريحا على لسان باب الفاتيكان بعد زيارته المرجع الديني في النجف عليه السيستاني، يتحدث فيها عن تضامنه مع الطائفة فيما عاشته من مظلومية. في هذا المفصل تحديدا، كيف ترى هذا التصريح في ظل الظلم والتهميش الذي يعيشه العراقيون منذ عام 2003 ولحد الآن؟ تحياتي وتقديري لكم ولمشاهدينا الكرام. حقيقة زيارة البابا فرانسيس لو تم أخذه في النطاق أو السياق الدولي خطوة مهمة نحو الانفتاح على الخارج وعدم احتكار المشهد السياسي داخل العراق صالح دولة معينة وهي إيران، ولكن من المهم جدا أن لا يتم السماح بالسلطة السياسية أو بالأطراف السياسيين في العراق لاستغلال هذه الزيارة للترويج للنظام السياسي المتهالك الذي شهد مظاهرات شعبية لإسقاطه وإنهائه بسبب نسبة الفساد الكبيرة وبسبب الظلم الذي وقع على الجميع. نحن نتحدث عن البابا عندما يزور العراق، لا يمكن أن نسوق إعلاميا أنه التعايش موجود على الواقع. نحن نتحدث عن المسيحيين الذين أصبح أعدادهم قليلة جدا وتشرف على الانقراض ولا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب الميليشيات. وبالتالي عندما نرى أن قادة هذه الميليشيات التي مارست الإقصاء والتهميش بحق الكثير من المكونات وخاصة المكون المسيحي، عندما نرى أنها تتحدث بلغة سلمية أمام الإعلام وترحب بالبابا وترحب بالتعايش، طبعا المواطن البسيط أو حتى الرأي العام العالمي لا يصدق أن هؤلاء هم فعلا يؤسسون لحقبة من التعايش الحقيقي على أرض الواقع، لأن الواقع يقول شيء مختلف، ولا يمكن تغيير هذا الأمر عن طريق التصريحات التي توحي بأن هناك تعايش فعلي على أرض الواقع. طيب. من الممكن أن تكون الزيارة فرصة لخطوات حقيقية على أرض الواقع، ولكن هذا الأمر أيضا قد يكون مستبعد من قبل قادة ميليشياويين اعتادوا على ممارسة هذه التصرفات الغير قانونية في ظل غياب أي سلطة قضائية أو سلطة قادرة على محاسبتهم على هذه التجاوزات التي يقومون بها. أستاذ شاهو، ما يلفت الانتباه أن زعماء الميليشيات كانوا حريصين على لقاء باب الفاتيكان وأيضا قاموا بالتقاط الصور معه، لكن هل من رسالة ما أرادوا أن يرسلوها من هذا اللقاء وأيضا التقاط الصور؟ طبعا هناك أمر واضح ظهر للعيان وهو محاولة الأطراف السياسية وخاصة قادة الميليشيات أن يمنحوا أنفسهم شرعية مضاعفة عن طريق هذا الأمر، عن طريق اللقاء والتصوير مع البابا، وبالتالي يظهروا أنفسهم أيضا قادة للسلام بينما هم قادة للميليشيات، وهذا الأمر لا يمكن أن ينطلي على أحد لأن الجميع يعرف تاريخ وحاضر أيضا هذه القيادات الموجودة. ونحن عندما نرى هذه المشاهد ندرك أنها محاولات سياسية منظمة، يعني من الواضح أن هناك ترتيب لهذا الأمر حتى يعطوا شرعية جديدة لأنفسهم ويظهروا أنفسهم أمام البابا وأمام العالم بأنهم أسسوا لمرحلة مستقرة وأن العراق مستقر فعلا، وهذا سبب زيارة البابا. ولكن نحن نرى أن الاضطرابات التي تستمر وتتفاقم هي نتيجة السياسات الإقصائية التي تمارس على أرض الواقع حتى الآن من قبل هذه القيادات الميليشياوية، وبالتالي لا يمكن أن يصدق المقابل هذه الشعارات إلا إذا تزامنت مع خطوات فعلية على أرض الواقع لإعادة النازحين والمهجرين من كافة الطوائف إلى مناطقهم، حينها من الممكن أن نصدق أن هناك مرحلة جديدة تؤسس للسلام داخل العراق. أستاذ شاهو، هذه الميليشيات وأيضا زعماؤها كانوا رأس الحربة في مسألة التغيير الديموغرافي الذي شهدته مناطق مختلفة من العراق، على سبيل المثال منها يعني سهل نينوى. لماذا يقبل باب الفاتيكان أن يكون وسيلة لغسل يد زعماء الميليشيات من دماء الأبرياء في العراق؟ فعلا هذا الأمر كان محط استغراب، وخاصة عندما رأينا أنه منح هدية لأحد قادة الميليشيات المعروفين والمتورطين بأنه يستولي إلى الآن على منازل الكثير من المسيحيين في هذه المناطق، في المناطق الأصلية للمسيحيين، وهذا محل استغراب إذا كان يعلم
فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم كما يقال. وبالتالي هذا الأمر للأسف استغله هؤلاء هذه الأطراف الفاسدة خاصة في الساحة السياسية العراقية لشرعنة تواجدهم ولشرعنة بقائهم، على الرغم من أن البابا قال أن يكفي فسادا واستغلالا للسلطة لأجل الفساد، ولا يمكن القتل باسم الله ويجب الفتح صفحة جديدة، ولكن هؤلاء القادة لا يشعرون أنهم أن هذا الكلام موجه لهم للأسف، بل يعتبرون أنفسهم بلا خطأ، وبالتالي لا أتوقع أن يتأثروا بهذا الكلام الموجه لقادة وزعماء العراق، لن يتأثروا بهذا الكلام ولن يخضعوا له ولن يلتزموا به، بل يحاولون أن يستغلوا الزيارة إلى أقصى حدود، ليس لأجل العراق وفتح الأبواب أمام العراق وفتح صفحة جديدة، بل لأجل أنفسهم والترويج لأنفسهم والتسويق لأنفسهم، ويظهروا بصورة جميلة أمام الرأي العام العالمي، وللأسف لا يفكرون بأبعاد مستقبلية لهذه الزيارة أو تفعيل أو تنشيط السمعة الجيدة للعراق بقدر ما يفكرون بمصالحهم الضيقة وخاصة الشخصية والحزبية. أستاذ شاهو، هل تعتقد أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي وأيضا رئيس الجمهورية برهم صالح قد أعطوا ربما صورة مغايرة عن الواقع، لذلك صرح باب الفاتيكان عن إسكات صوت الرصاص؟ بلا شك مهما حاول الأطراف السياسية لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أن يعطوا البابا نظرة مختلفة عن العراق، هو سيرى الحقيقة. يعني نحن رأينا فجأة بدأت يعني مشاريع تبليط الشوارع، وحتى في بعض المناطق والأزقة قاموا بوضع أقمشة حتى لا يرى البابا المناظر المدمرة، ولكن بهذه الأمور بهذه الإجراءات لا يمكن أن تخفي الحقيقة، لأن الحقيقة واضحة والجميع يدرك ذلك. وعندما يرى البابا أن الفساد والظلم والتجاوزات مستمرة حتى بعد زوال داعش، يعني أنت أعلنت الانتصار على داعش 2017، الثورة تشرين جاءت 2019، يعني لا علاقة للإرهاب بالأمر حتى يعلقوا جميع المشاكل على الإرهاب الداعشي. إذا لديك مشكلة أخرى، لديك مشكلة ميليشيات يجب التركيز عليها، يجب توجيه التركيز على كما يتم التوجيه على داعش وتم الانتصار عليها على الإرهاب الداعشي، يجب التركيز أيضا على الإرهاب الميليشياوي الذي لا يقل عن داعش والذي يتحمل مسؤولية مشاكل العراق اليوم. وبالتالي كلام بابا حتى لو لم يعني حتى لو كان يقصد هؤلاء أو يقصد هذه المشاكل، إلا أن السلطة السياسية في العراق ليست جديا بقدر أن تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد وأن تعمل على معالجتها، وهذه الحملات إكساء وتبليط الشوارع بصورة مؤقتة وسريعة يظهر أن هؤلاء فقط يفكرون في اللحظة الآنية وليس لديهم مشاريع مستقبلية بالنسبة للوضع العراقي، وبالتالي هم كما قلت سابقا يستغلون الزيارة لصالحهم ولتحقيق مصالحهم الضيقة فقط. من اسطنبول الباحث في شأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم.